واخيرا سقط قناع الديمقراطيه ومبادئ حقوق الانسان اللي خبصونا بها الغربيين واصحاب المثل العليا، وسقطت وياها شعارات الانسانيه واتفاقات ومواثيق الامم المتحده اللي ما يطبقوها الا على الدول العربيه او على الدول المغلوبه على امرها. ومن هالمنطقه ومن هالوحشيه الصهيونيه والغربيه اللي شفتوها بقطاع غزه، بحيث تصدقون باي شعار ينادي بهاي الحقوق او يطالب بالحريه والديمقراطيه والمساواه وحرية الرأي والتعبير، واللي ياما ضحكوا علينا وقشمرونا بيها. الجيش الإسرائيلي هو أكثر جيش أخلاقي في العالم. هذا الجيش يرتكب كل شيء لعدم المس بالمدنيين والأبرياء، وأنا أنادي المدنيين في قطاع غزة أن يخلوا أنفسهم إلى الأماكن الآمنة. والله أنتوا ما قصرتوا يا المدنيين، وخصوصا ويا أطفال ونساء غزة، وكلنا شفنا الهدايا والمواد الغذائية ولعب الاطفال اللي كل شويه يشمروهن على مناطق غزه، حتى تبينوا لهم انه هاي الحرب انفرضت عليكم. وينكم من الدول الداعمه لحقوق الانسان واللي اعدائكم هم اللي جروكم لهاي الحرب العبثيه وهم اللي يتحملون المسؤوليه بكل الضحايا الابرياء اللي راحوا بهاي الحرب، واللي ما عدنا عزاء لهم غير دعاء بالرحمه والمغفره والوقوف بصمت على ارواحهم الزكيه. نحن عارفين شو عم بيصير اليوم، ورح ناخذ دقيقة صمت نوقف كلنا لأجل فلسطين ولأجل كل الشهداء اللي عم بيروحوا. دقيقة صمت. الله، لك ايش قد يعجبني الفنان اللي ينكر ذاته ويتفاعل ويا مصايب وهموم الأمة العربية، وهذا الصراحة ما شفناه غير بس بنجمتنا العربية المتألقة أليسة، واللي أصرت على إعلان تضامنها مع الشعب الفلسطيني وأهلنا بغزة، وطلبت من جمهورها الحاضر الوقوف بصمت حدادا على الضحايا الأبرياء اليومية الآلاف يسقطون منهم، واللي قطعا راح تحيي انتصاراتهم وصمودهم بغاني حماسيهم وشحات ثورية تحفزهم على الصبر والوقوف بوجع أعدائهم. هوب 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 يا معوده، هوب هوب. انا قلت لك تضامني على ضحايا غزه بس مو لهالدرجه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هسه لا مو فشله من الاف الشهداء اللي بعدهم جو الانقاض، فشله من الدول العربيه اللي قطعت كل برامجها واعلنت الحداد التام على ضحايا قطاع غزه، واولهم المملكه العربيه السعوديه اللي كان لها مواقف مشرفه برفض العدوان الصهيوني على فلسطين. نبتعد ساعة ونصف عن أو ساعتين ونصف عن عشرة النزالات. أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض. انطلق موسم الرياض في نسخته الرابعة. أعلنت الهيئة العامة للترفيه انطلاق موسم الرياض في نسخته الرابعة. الليالي اللي نحب عادت لنا في الرياض اليوم ما شاء الله محتفلة والعالم جاية رغم أنه بكرة دوامات، فالله يديم علينا ولا يغير علينا. بيت الرياض للرياض أحباب وأولهم أنا، الليالي اللي نحب عادت لنا والفرح جدول مواعيدة هنا. والله إذا تردون رأيي فأنا من كل قلبي أتمنى أفراحكم وتدوم العمر كله وحياتكم كلها تخلصوها دق ورقص وسكر وعربده، لان انتم بس الله يهديكم شويه تستلمون دق سيارات مفخخه، احزمه ناسفه، مضافات انتحارين، وهم يا ريت تحاربون بها عدو الله واعدائكم، انما اسلحتكم وقنابلكم وصواريخكم توجهوها لاشقائكم، وهذا اللي ابد ما سوته الامارات. ابد. طائرات شحن إماراتية كبيرة هبطت في إسرائيل عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين. يشتبه في أنها تنقل معدات أمنية وعسكرية نص عليها اتفاق دفاع مشترك وقعته أبو ظبي وتل أبيب مؤخرا. وقالت الصحيفة إنه خلال الأسبوعين الماضيين هبطت في إسرائيل 8 طائرات شحن ثقيلة من طراز جلوب ماستر C-17، وجميعها تتبع سلاح الجو الإماراتي. لا ترى هنا الإعلام الإسرائيلي يستخدم أسلوب الحرب النفسية حتى يوصل رسالة أنه الدول العربية ساندني وتدعمني، ما يدري أنه العالم كله يعرف أنه المواطن العربي إيش لعيونه ولا تقل الكيان الصهيوني اعتدى على أرض عربية أو انتهك حرمة امرأة فلسطينية، وراح تشوفون شلون الشعب الإماراتي يطلع تظاهرات ناهيك عن الأغاني الوطنية اللي تحفز انتصارات شعبنا بغزة.
أنا اللي أدري بيه إنه الشعوب العربية والناس الأحرار يدوروا لهم فرصة يساندون بيها الشعب الفلسطيني. عسى ولعله صبرهم على هاي المصيبة وهاي الأيام العصيبة. وهذا التنحائق اللي ينشم اللي بيه بش وقت تودين أنت الأبيب فراسك لأنك مو بشر حيوان راحت روحك كثرة تروحك ها بدل ما تنزل لشارع وتعل رفضك القاطع وترفع رايات الحق ضد رايات الباطل حالك من حال الشعوب العربية اللي كل قطاعاتها ومنظماتها وشركاتها استنكرت العدوان الصيني وأعلنت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني. تريد أراوك نموذج عندنا بالعراق؟ ضحك أهلاً في أصلاح الدين ننصر في أرض فلسطين أهلاً في أصلاح الدين ننصر في أرض فلسطين نرمي به الظلم الواقع أهدفنا فلسطين. الله شقد حلو من تلقى شركة تجارية تخلي الإنسانية عنوان ومنهاج لعملها مثل شركة الإيرثلينك اللي نظمت هذا الأسبوع وقفة تضامنية احتجاجاً على الظلم والاضطهاد اللي يتعرض لأشقائنا بغزة واللي تعلموها من مشتركيهم اللي بين يوم ويوم يظهرون على ظلمهم واضطهادهم وسرقتهم ساعات الإنترنت بالعراق. لهم أنه شركة الإيرثلينك كان لهم وقفة مشرفة ضد عدوان الكيان الصهيوني. إيرث لينك إذا سيطرت ووضعت بعض الأمور الفنية داخل الكيبل الضوئي كل مكالماتنا تصير موجودة هناك. هناك وين؟ تتعرف فين اللي اسمه؟ روح اسألهم قلهم مال أمور السيارات بالعراق؟ وين؟ لا مو بالعراق، قبرص. والمصيبة البعض الآخر يقول بإسرائيل. شنو؟ شركة الإيرث لينك اللي طالعة تظاهرات ضد إسرائيل سيرفراتها مال العراق بإسرائيل. صحي يا بوي يا بوي أعلى يا بوي أعلى يا بوي لا 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 ما دام إيرث لينك موجودة اطمئن بياناتك راحت العياد يا مينة يا بوي يا بوي حلو يعني بعد إسرائيل مو بحاجة لمسعود برزاني مثل ما كانوا يستخدمون أبوهم ولا مصطفى البرزاني الله يرحمه للتجسس على العراق لا التجسس هسه صار وبفضل الإيرث لينك مش إسرائيل الخلاط الخابرك فيما بعد شوف هو صحيح بسببهم بياناتك صارت مثل مقطع ملول اللي ماكو واحد ما شافه صحيح خدماتهم مثل خدمات صالح الحسناء وبوزارة الصحة صحيح يبقون ساعات الانترنت ويهربوها حالها من حال النفط بالإقليم بس للأمانة الناس معوضين بخدمات أخرى تخلينا نستحنحش وياهم تتشرف إيرث لينك بالرعاية الكاملة والحصرية لبطولة غرب آسيا هذه البطولة الكبيرة لدينا خطة برعاية الأبطال الأولمبيين برياضات معينة هدفنا من هدف إيرث لينك من رعاية الرياضات الجماعية والفردية هو بالأساس استراتيجية طويلة الأمد لرد الجميل للشعب العراقي هو شعور بالمسؤولية شعور وطني تخيل شركة الإيرث لينك عندها استعداد تسوي له كاس العالم بالبصرة بس لا تقول لهم حسنوا شوي خدمة الانترنت بالعراق لا لا يسووا لك اللي ما يخطر على بالك يبلطوا لك شارع ينزلوا لك حالوب ويسكفوا لك العراق تشينكو أما إذا ما اقتنعت بكل ذم يجيبوا لك المدير بنفسه يطلع لك نار من حلقه دعك الحلم الأولمبي هي مبادرة أطلقتها شركة إيرثلينك لدعم كل الرياضيين وأتمنى دائما أن تستمر شركة إيرثلينك على هذا الدعم وبالذات في الجانب الفني شركة إيرثلينك هي واحدة من الشركات اللي دائما ما تكون سباقة مثل هكذا جزئيات إيرثلينك على هذا اليوم على هذه المبادرة اللطيفة من عندهم بمناسبة التدريب الصيفي مبادرة إيرثلينك في زراعة عدد من الأشجار مبادرة مع اللي نبدأ هي واحدة من المبادرات اللي أطلقتها إيرثلينك لم تنس إيرثلينك مسؤوليتها الاجتماعية عبر تقديم سلسلة من المشاريع الخيرية حافظوا الهمم اللي تكون بها أعمالهم تتجسد إيرثلينك راح تقود تحالف كبير بأول الداعمين لهذا المشروع فكرة حلوة من شركة إيرثلينك باستذكار الراحل كريم العراقي شركة إيرثلينك للاتصالات ستعمل على استكمال تدريب وتوظيف 1000 شاب بحد أدنى شكرا شركة إيرثلينك الذين رعوا هذه الفعالية بجد وإخلاص إيه لا ما دام مستشار رئيس الوزراء عارف الساعدي أشهد بيهم اللي يحكي بعد على الإيرثلينك أستشاربه وأنا على الوالد والدي زراعة زارعي لك فن داعمي لك قواط معجون موزعي لك شباب عاطلة معيني لك دراسات وقدر للأولمبي موفري لك الانترنت شلك بيه الانترنت ثم هو شبيه النت زربان بعدين سيادة المستشار ما مدحهم لو ما عنده مخطط بياني عن تفوق هاي الشركة تكلل بحصول إيرثلينك على جوائز عديدة محلية وعالمية لكونها
مزود خدمة الإنترنت الأكثر ابتكاراً والأسرع نمواً في السوق العراقي. أكثر شنو؟ ابتكاراً وأسرع نمو. طبعاً النمو ما له علاقة بسرعة النت، لأن النت عندهم أسرع نوماً مو نمواً. واللي ما يصدق خلي يطب على منصة البنك المركزي الإلكتروني حتى ياخذ دولار. تدري طيارتك تطير والمنصة تحمل وما عندك خيار آخر غير أنه تروح تشتري من برا ب 162. سعر الحوالات والمنصة وتمويل التجارة والسفر والبطاقات كلها بموجب السعر الرسمي 1320، هذا موجود ومتاح للكل. ليش هو من قال الدولار أكثر من 1320 دينار عراقي؟ أنا شخصيا قبل لا أجي اليوم رحت المصرف بشارع الكفاح لقيتهم مخلصين، فاضطريت أشتري من الصيرفة اللي بصف المصرف، لأن مو ذاك الفرق بالسعر هيك بالورقة 30,000 دينار، بحيث الدينار العراقي مين شاف قيمته هيك نزلت، رفع ايده للسماء وقام يصيح اخذني تعبت. بس الأمان الخلل مو بالبنك المركزي، لأن الناس يوزعون دولار باليوم لأكثر من شنو 10,000 مسافر. سيد رئيس الوزراء عندكم مفتاح مال العراق راح نخلص بناء على احصائيات البنك المركزي. يوم يطلع 10,000 مسافر احنا كشوفات مال البنك المركزي 10,000 مسافر عراقي ده يطلع. عبد خمسه انا زوجت بالباب وسوينا قائمه مال اسماء، من وصلت للحقيقه الاسماء جت بالتليفون من موظف من داخل المصرف، ما عرفنا هاي الاسماء شنو. تعال حجي فلان، تعال حجي فلان، طبوا واستلموا وطلعوا واخذوا 20 واحد، واحنا قلنا روح الله وياكم، قالوا تعالوا باكر. جينا اليوم الفجر هم يلزم سرق، قالوا اليوم مصرف الرشيد ما بي منصه، روح شوفوا لكم مصرف. وجواز عنده شيريدون بعد دكتور شيريدون. ها يريد صورة ويا توقيع على العلاق ولايك من عارف الساعدي وعرف ديش مربوط بلاستيكة مال الفلوس مقطوعة. استغفر الله. يا أخي انتم هم لو توقفونهم على الزلة ما سمعتوا باليوم 10,000 مسافر، يعني من يقول لك باكر روح لباكر، من يقول لك فد شويه وارجع لي دا اصلي انتظر في ساعه ساعه ونص يكمل وضوء او صلاته. يا اخي يا سلام على التقوى. ترى حقك محفوظ، صح يتاخر بس ما يروح لغيرك، لو يجي واحد ياخذ على جوازك وانت ما تدري وين احنا وين. واتصلوا بالمواطنين لقوا انه عشرات الاشخاص مستلمين باسماءهم وهم ما يعرفون، راحوا يستلمون دولار، قالوا يا باش تستلمون اسماءكم طالعه ماخذين باسمكم دولارات. احنا المشكله ما عندنا، يعني ما عندنا ثقافه حق التقاضي، والا لو 50 واحد من ذولا يوكلوا لهم محامي ومتطوع يقيم دعوه ينعل سلفه المصارف كلها يصير هسه. طبعا طبعا لا، المواطن نطيش يشتكي على ابو المولد رافع الامبيره الف دينار، يتعارك ويا البوزرتشي على 250 دينار، يطلع تظاهر على ايرث لينك يروح يدفع، يركض يدفع حتى لو ماكو انترنت، يهد على معلم لين مرسب ابنه بالشهري، يتناقر ويعامل البلدية بس من مكتب سفريات لو مصرف ياكل حقه يصبط ويقول دنيا غدارة إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا الخلل بالمصارف الفاسدة بشركات السفر النشالة لو بسياسة البنك المركزي الفاشلة. الإجراءات اللي يتخذها البنك المركزي العراقي الآن يشار لها يعني بالإعجاب والتشجيع من قبل كافة المؤسسات الدولية. طبعا يشار لها بالإعجاب طبعا، لانك اولا حركت العجله الاقتصاديه الراكده، قضيت على تهريب العمله الدول الجوار، والاهم من هذا كله رفعت قيمه الدينار العراقي، وقطعت الطريق على المصارف الجشعه اللي ذبحت الفقير فرق العمله. يعني البنك المركزي يوميا يبيع بحدود 250 الى 280 مليون دولار يوميا بمعدل 250 مليون دولار. شنو الآن مجموع مبيعات البنك المركزي تجاوزت 4,154,000,000 دولار، بيش انباع هذا المبلغ؟ 1310 دينار، وإذا نحسب حساب عرف يطلع مجموع المبيعات خلال الشهر الحالي أكثر من 5,442,000,000 دينار عراقي. أما بالسعر الموازي اللي معدل 1480 دينار يطلع المجموع أكثر من 6,148,000,000 دينار. يعني يا عزيزي المواطن الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق لهذا الشهر فقط أكثر من 706 مليار دينار. يعني فادت المصارف في الشهر واحد 3/4 تريليون، بس من كان 1480 زين أرباح هاي المصارف إيش قدر راح يصير هذا الشهر على 1602. وهذا طبعا أنا آسف نسيت أعرفكم، مدير دائرة الاستثمارات والحوالات الخارجية في البنك المركزي الدكتور مازن صباح أحمد. مرحبا بك دكتور مازن. دكتور المعروف بنزاهته.
وأبصم لكم بالعشرة على خبرته وعلميته ومهنيته العالية واستقلاليته، واللي لا له علاقة بخميس الخنجر ولا عنده تواصل ويا سرمة خميس الخنجر، وكل القرارات اللي يتخذها بناء على مقتضيات المصلحة مو أوامر من سرمة. وراح تشوفون ايش قد هذا الرجل دقيق بعمله وايش قد مسيطر على اعمال دائرته، بحيث هسه من واحد يحكي لك على اليه تحويل الاموال اللي يصير عنده ضصافن عليه وعلى رصانته. مازن هذا مدير عام التحويلات البنكيه بالبنك المركزي والاستثمار، اجى للبنك الاهلي الاردني قال له روح افتح حساب بامريكا، بس كمل فتح حساب طلع قانون بدعه قال المصارف اللي عندها فروع بامريكا من حق تاخذ دولار ايش قد ما تريد بدون منصه باعي مفتوح يسموه تعزيز مالي. هذا يوميه ابو البنك الاردني الاهلي ياخذ من فلوسك فلوس البنوك العراقيه 200 مليون، ايش قد يبقي لهم كلهم دول الحبر بش البنوك؟ بقي لهم 50 مليون. تودع لاشخاص غسيل اموال، سرقه، تودع بالمصرف الاهلي، ثاني يوم بالكابيتال الاردني. ثاني يوم. وين المشكله؟ اذا استاذ مازن اللي ما له علاقه بخميس الخنجر سهل عمليه تحويل 200 مليون دولار باليوم للاردن، نسيتوا مهندسيهم اللي كانوا يجون يبنون مدارس وملاعب ومستشفيات؟ نسيتوا الغطاء الجوي اللي يوفرون اياه بحربنا ويا داعش وبقياده مباشره من الملك عبد الله الثاني؟ بعدين حمد الموسوي اللي كل فلوسه بمصارف الاردن بيش احسن من مازن اللي ما له علاقه بخميس الخنجر؟ يا حرميه يا ولد الكلب. بس حتى من نظلم الاستاذ مازن اللي ما يشتغل عند خميس الخنجر، خلونا نسمع منه عن سبب هاي التسهيلات المصرفيه للاردن وليش ياخذ 200 مليون دولار واللي تعتبر تقريبا 70% من التحويلات الماليه. هل فعلا انه بنك معين كما ذكر بعض الساده النواب يسيطر على 70% من تحويلات البنك المركزي؟ والله هذا أنا سمعت التصريح كان ببيانات غير دقيقة كثيرة جدا من حيث النسبة والمبالغ. هذا المصرف اللي قلته اسمه هو واحد من المصارف، هو شركة عراقية مملوكة بشكل رئيسي لبنك أردني. هذه سمعت قطاع مصرفي. هذا المصرف بكل صراحة صحيح. من المصارف الرصينة. أنا كنت أتمنى يعني ما تذكر أسماء مصارف، يعني هذه المصرف سمعة. صدق 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 أخوان، ترى سمعة المصرف مثل سمعة البنية بمجتمعنا، بس ما أدري ليش حاس بأنه هذا المصرف مثل فاطمة الخالدي. يعني مثل ما فضيحة لو مقطع فيديو، ويمكن لو مال الأستاذ مازن اللي ما له علاقة بخميس الخنجر الله ينطيه الصحة والعافية هو اللي برأ ساحة هذا المصرف، شاراح بالنا لبعيد وظلنا نتهمه بالسرقة والاختلاس والتزوير. هذا الأبو الأهلي مثلا اللي انت هسه جبت اسمه شو يسوي مثلا؟ حول مليارين صار بالأهلي، ثاني يوم تلقيها بالأردن نسبة ياخذون 5%، 5% 1-2% تروح لأفراد. ها محسين شو قلتي؟ أفراد وسكتي وابتسمتي. لا إذا قصدك الأستاذ مازن اللي ما له علاقة بخميس الخنجر من دول الأفراد اللي حكيت عنهم فشيء من سبع المستحيلات يصير، ومسؤول عراقي ياخذ نسبة على أداء واجبات. لا 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 ما صدق طبك مرض. أما إذا قصدك إنه هاي التحويلات المشبوهة تأثر على أسعار الصرف فأحب أطمنك الأمور تحت السيطرة وحتما خبران الاقتصاديين راح يوصلون للحل يرضي الجميع. الدولار امامه مفاوضات وامامه اجتماع مرتقب في واشنطن، طريقه طويل. اذا لم تنجح المفاوضات احتمال يصعد لل 200. وخله لا ترضى، وخله لا ترضى على ابو امريكا بقد ابو بايدن. والاموال اموالنا والنفط نفطنا، واحنا الوحيدين اللي من حقنا نتفاوض باموالنا، وبالتالي مو من حق أمريكا تتدخل بيها ولا بسياستنا النقدية، لأن هذا تدخل صارخ بالشأن العراقي، وما أتوقع أمريكا تغامر بيه وتلعب ويانا هيك لعبة وتدفع ثمنها مستقبلا. نظر فعلا أكو مستشارين أمريكان بالبنك المركزي؟ نعم هناك مستشارين، وعلى قول كثير من السادة المسؤولين. شنو؟ شنو؟ مستشارين أمريكان بالبنك المركزي؟ يا ذي الفديحة مجناجل، يا ذي الدلسة محناجل. لا لا احنا ما نحكي على نفرين ثلاثه يقعدون لهم بغرفه صغيره بصف غرفه دخل البنك المركزي لا يشون ولا نشون.
احنا عندنا اهم شيء القرار، قرار عراقي، القرار النقدي، قرار النقدي يكون بيدينا واحنا اللي نتحكم باداره ثرواتنا واحنا اصحاب الكلمه العليا بيها. يعني شنو هاي العالم الموجوده طراطير واخر من يعلم؟ ولو صوريا ولو احنا ديكور لا نحل ولا نربط، ولكن جينا بهالقافله صرنا بالمجلس الوطني المؤقت اول اداره للدوله العراقيه، ثم الجمعيه الوطنيه، ثم مجلس النواب، ثم مجلس النواب. الحلبوسي كان بذاك الوقت يلعب الدأول بالشارع، يلعب دحل. ما فهمت وين العيب بالموضوع؟ طفل يلعب دعبل، لو انت من كنت طفل كنت ملتهي باختراع جدر الضغط. اما اذا تقصد على عمره سياسي ففهاي انا وياك، بحيث باليوم اللي كان الحلبوسي اسس مجاره بالانبار انت كنت طالع بلقاء تقول بيه كلتنا فاسدين. بعدين الصغير كبر وثابر واجتهد ونجح وتقلد ارفع مناصب الدوله الى ان صار رئيس اعلى سلطه تشريعيه بالبلد وسجله حافل بالنزاهه والسيره الحسنه والإنجازات العظيمة على المستوى الشخصي والسياسي. وثيقة صادرة عن هيئة النزاهة دائرة الوقاية كشفت عن تحرك لكشف أملاك تخص رئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي في إجراء أول من نوعه. وحسب الوثيقة فإن التحرك يشمل الحلبوسي وزوجتيه عن عقارات وحسابات مصرفية في بيلاروسيا والأردن. عقارات و... عقارات و... بيلاروسيا والأردن. ترى كل اللي ملك الرجل قطعة أرض حال حال أي مسؤول بالدولة قدم قرض إسكان عليها ولملم العنده والما عنده حتى يبني هذا البيت اللي ساكن به حاليا، واللي حسب ما أعرف ليه هسه المسكين لا مكمل سيراميك المطبخ ولا كهربائيات الغرف. من يزوج؟ مين؟ رجل سياسي، سياسي عراقي نائب في البرلمان العراقي. صح، يعني المضحك المحزن انه ضربك ثلاث مرات وهديك ثلاث بيوت. أي. يعني مقابل كل تعنيف او كل ضربه بيت. ما راحت هيئه النزاهه دزت على دالي نعيم، ما اجي تقول هي تحكي دز على دالي نعيم. عرفون هاي عقاراتها من جايبها؟ من مشتريها؟ نذكركم دالي نعيم، اسمعوه المفروض هيئه النزاهه هذا الفيديو اول ما سمعته دز على دالي نعيم، تعال بوي شنو هاي كل ضربه ببيت زين، حتى النسوان هم راح تثور علينا كل ضربه ببيت. على هالحكي يعني بيك مدالي نعيم هو اغلى من بيك براند. من هاي المسكينه يومين مسويت لها عمليه تجميل، اثار كل ما تنضرب ضربه قويه تروح يصلحها على البارد. كم عمليه تجميل صرتي لليوم عامره داليا؟ 12 عمليه. سدالي القوات الامنيه بعمليتين حررت نينوى، تدرين بعملياتك نحرر حتى غزه؟ عموماً احنا هاي الامور امور عائليه ما علينا بيها، هو ونسوانه يفتصل. اهم شيء الرجل ما عنده تجاوز على اموال الدوله لو تهمت فساد، تورط او اشترك او ستر عليها. 67,000 قطعه، 68,000 عقار. كل عقار ما يعادل اقل عقار من 10 ملايين على 200 متر القطعه. 68,000 قطعه في 200 متر. ابو ريكان هاي تحتاج بس علم وشعار ونشيد وطني. تعلنها دولة لأن هاي الأراضي اللي حاط إيدك عليها أكبر من دولة البحرين. ها؟ هي ركض سيارة طاقة. 68,000 قطعة. شوف يا رادي الحسن. 68,000 قطعة في 10 ملايين. ولكم هاي حتى إيلون ماسك بعد ما يلحقه، وذا على القاعدة الجماهيرية. يقدر أبو ريكان يسلكها خطبة من خطب الرنانة ما ذني اللي يستخدمه. أزين شاربه أكسر ظهره. من يوقف بوجهه ومن يصداله. نريد أن نشمر عن سواعدنا لندرك ما فاتنا وأمامنا الكثير لنفعله. موارد الدولة هي ثروة البلد والشعب، ومن يعبث بها ويستغلها لدعاية أو لأغراض شخصية فسنعود لا محالة إلى ما كان عليه. يعني شي يصير لو مسؤولين كلهم مثل وزير الدفاع؟ إنسان وطني ومخلص ونزيه، وش وقت ما تفتح التيك توك أو لسة تلقى رايح لهذا المعسكر وراجع من ذيك القاعدة العسكرية. هو ما عندك بابا واحد من المقاتلين وإلا قلعد عيناك، ابشر قضيتك مقضية. هاي غير إنه الرجل إنسان يعتز بانتماء البلد، وما من الممكن يهادن أو ينخل أي طرف أجنبي مهما كانت الظروف ومهما كانت المغريات. رئيس جهاز المخابرات التركي، شوفوا الأحضان
السيد وزير الدفاع العراقي يدخل السيد رئيس جهاز المخابرات التركي ووزير الخارجية التركي إلى بيت من أحد بيوت دار الضيافة بداخل المنطقة الخضراء ويلتقي بالزوبعي وأحمد الجبوري وجمال الكربولي ويقعدون بهاي القعدة بالبيوت، ورئيس جهاز مخابرات تركي يلتقي بوزير دفاع دولة سيادية عراقية ويأخذ للبيت ويلتقي بحزب سياسي، هذا الحزب مرشح في الانتخابات، شنو هذا الدعم اللي صار علني؟ شنو؟ وزير الدفاع العراقي مباوس ومحاضن ويا مدير المخابرات التركي اللي يوميا خارق الأجواء العراقية لو قاص في نقطة عسكرية. شلون؟ شلون؟ صابونه مو بشر، يا التلفزيون يطلع يمزلك. بطلت حم، بطلت رجعون على الحلبوسي. صحيح مسوي له دولة مستقلة بس الرجل ما راح حط ايده بيد الغريب وطببه بنصنه. مو عيب يعني يروح رئيس مجلس النواب الى السيسي يتوسط يمه، نروح على غير دولة، يروح الرئيس مصر يتوسط على مود يسدون موضوع فساد. هاي مو معيبة. حلبوسي رايح للسيسي ياخذ عطبه. وزير الدفاع رايح جايب لي مدير المخابرات التركي ومباوس بالمكتب مالته. ولكم مو ذاك خميس الخنجر اللي الدول الخليجية وتركيا تتمنى يزورها وتتمنى يلتقون بس يلتقون به، وهو الرجل عنده أساس قوي وعنده ثوابت. ما من الممكن يتخلى عنها أبد. حتى قلت له لأبو قطر، قلت له يا أنت عندك ربع ببغداد. ايه تعطيهم بخشيش بين فتره وفتره. ايش قال لك؟ قال لي قلت له اقولهم خلي يكون وياه ويا برهم صالح. ايه كرئيس جمهوريه. قال لي مال برهم ما ادري لان مسعود عنده موقف. ايه بس وياه اقولهم. وحشيت ويا عراقيين، حشيت ويا الاخ مسعود، حشيت ويا حيدر العبادي، حشيت ويا عبد العمار الحكيم. وي خميس الخنجر ما حشيت؟ ها؟ وي خميس الخنجر ما حكيت؟ لا والله لا انا حكيت ويا استاذ. حكيت ويا امير قطر بشكل مباشر. ايش تعب قلبك ابو حمده؟ المقدم يقول له ما حكيت ويا خميس الخنجر، يقول له لا حكيت ويا استاذ ابو قطر. صدق لو قالوا همي ضحك وهمي بكي. ومن سخريات القدر انه مثل دول الرعاع يحكمونا ويتحكمون بمصائرنا وهم عبيد وادوات بيد الاجنبي يحركهم شو وقت ما يريد وين ما يريد. بس مع ذلك أنا ما أقدر أخذ بحكي أياد علاوي وأتهم الناس وخصوصا القيادات السياسية بالعمالة والتخابر مع دول أجنبية إلا بدليل واضح أو رد فعل صريح من هذا السياسي أو من أنصاره وحاشيته تنفع التهمة أو توضح الحقيقة مثل ما هي. مو خل نراقب ونشوف. يقول إنه عائلة الدكتور أياد علاوي تفكر بإيداعه بأحد دور العجزة في لندن. حطوه بالشماعية بغير الناس حتى الزورة تسلم عليه. هم تقول هذاك القاعد شوفوه، ذاك القاعد بالقفص، كان رئيس وزراء، كان عميل ل 16 جهاز استخبارات دولية تاليها يريد يشمروه بلندن بدار عجزة. قسما بالله عهد رجال، إذا النوب أنت مد لسانه على قيادة سنية أو عراقية ما تلوم إلا نفسك. حط له صورته وبعدين اقرعه هيك قرعه. لا هسه الحكي مال اياد علاوي صار ماله وخطه ونخله وفسفوره. لان المعروف انه انور الحمداني ما يتهجم على واحد الا ذات حاره شبول نعمته، والظاهر الكلام اللي قاله علاوي على ابو سرمد وجعه كلش. ولا هذا انور الحمداني طلع اياد علاوي كله كيه اي هتليه اي تربيه الشوارع. مع ذلك هم ذول قياداتنا وهم ذول زعمانا، شئنا ما بينه. ومثل ما اكو بيهم العميل والخاين ايضا بيهم السياسي المخلص والوطني واللي ما عليه اي شائبة تلوثه وتلوث تاريخه وسمعته، واكو هواي منهم ترى. وهي من رئيس نجر فان بارزان وتعلم، مو عيب، كليتنا عراقيين، هو من الامه الكرديه وانتم من الامه العربيه. يشعرك بانه يا اخوان يا الوزراء يا رؤساء بعض الكتل اتعلموا من الرئيس نجير فان بارزاني كيف تكون رجل دولة. لا هسه انت من صدق سكتتنا وجبرتنا ننحني. لا الشخصية السياسية الفذة اللي قدرت توحد الشعب وتحظى باحترام وتقدير العراقيين كلهم من زخال الفاو، لأن الرجل هذا من قد ما يفتخر بعراقيته يجتهد ويسعى بكل قوة لتعزيز الأخوة والتسامح والتراحم بين أطياف الشعب العراقي وخصوصا داخل المؤسسة الأمنية. ولهذا نشوف العلاقة جدا وثيقة ومتميزة بين أخواننا بالبيشمركة
وبين القوات الأمنية الأخرى المرابطة بشمال العراق؟ اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات البيشمركة وأيضا الجيش العراقي، عناصر الجيش العراقي. أن الاشتباكات اندلعت بسبب خلاف على مسك نقاط أمنية سبق وأن انسحب منها مقاتلو حزب العمال الكردستاني. كانت هناك ثلاث نقاط سيطر عليها حزب العمال الكردستاني. ما حصل أنه حاولوا القوات اللي إجت بغض النظر إذا كانت جيش أو كانت ألوية حشد رادوا سيطرون على كل الرباية مخالفين للاتفاق اللي صار. مو قبل شوية كنا نقول إخواننا البيشمركة الزلم الخشنة الظهير القوي لقواتنا الأمنية وحراس البوابة الشمالية، شو جاكم؟ ملاعين الوالدين سيطرة اختلفت عليها ختولي قابل شنو حكمت إلا من هاي السيطرة بس تعبرون الصهاريج اللي تهربون النفط من عدها. ثم شلون نطتكم قلوبكم وقدرتوا تضربون إخوانكم بالجيش العراقي وأنتم معروف عنكم أكثر الناس اللي تحترموا وتفتخر بي، وما فد يوم صار بينكم بينهم تماس أبد، وينكم؟ اشتباكات بين القوات العراقية والبشمركة غرب الموصل. اشتباكات بين عناصر الحشد الشعبي وقوات البشمركة في قضاء طوز خرمات. اشتباكات التي اندلعت في المدينة ذات التنوع الطائفي والعرقي بين قوات البشمركة الكردية وميليشيا الحشد التركمانية الشيعية. المواجهات بين هذه القوات ومعها الحشد الشعبي وبين قوات البشمركة في تلك الناحية. عن اندلاع اشتباكات وصفها بطفيفة ما بين قوات من الحشد وأخرى من البيشمركة. اشتباكات اندلعت بين ميليشيات شيعية والبيشمركة الكردية في محافظة ديالى. اشتباكات مستعرة بين القوات الحكومية العراقية وقوات البيشمركة الكردية بين محافظة نينوى وإقليم كردستان العراق. اشتباكات عنيفة بين الحشد الشعبي والبيشمركة الكردية جنوب كركوك. اشتباكات مسلحة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة شمال غرب الموصل. اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والبشمركة في المناطق الشمالية. إذا اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية بين القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية بالقرب من منطقة الزمار. اندلعت الاشتباكات بين القوات الأمنية الاتحادية والبشمركة في أكثر من محور. لا من صدق الله يساعد القوات الأمنية اللي ما تدريش تصد. تصد التوغل التركي، هجمات داعش، غدر ميليشيات البشمركة. عن أبوك ولك لك شنو لك شنو مسعورين علينا، وين ما تشوفوا لكم سيارة عسكرية أو تشوفوا لكم جندي اضربوا لو سلبوا. هسه مو قلنا الأمور تغيرت وتفكيرنا تغير وقمنا نعرف الصح من الخطأ ونعرف اللي يريد يفرقنا ويخلينا ناكل بعضنا، بس الظاهر ليه هساكم من يريد يرجعنا لأيام العصات وأيام مصطفى البرزاني لو نسيتهم داك. يا عراق ما تفريش كير جماعات يلا لا لا ما يخالف هاي ابا لينا دنا ايه لا تشبك يا لا 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 هاي لينا دنا لينا دنا لينا دنا لينا دنا هاي لينا دنا ما يخالف يلا قوم يلا قوم يلا والكوان شنو الزمن لا دقيقة شنو يلا شنو والكوان يعني ميليشيات البشمركة ما يلوق لها غير المثل اللي يقول ليلة شنب ما ينعدل لو تحط لسيم اي والله لا شلون يعني نخلي الجيش العراقي يلبسون الملابس الأفغانية ويرفعون علام داعش حتى البشمركة تعوفهم بحالهم ولا يومية هاجم عليهم ومتجاوز على معسكراتهم باعتبار البشمركة وداعش الخال وابن اخته يا ولاد الكال بحيث الحكومة الاتحادية داخت بتصنيفهم قوة تابعة لوزارة الدفاع جماعات متمردة خارج عن القانون وميليشيات عصابات مسلحة. البيشمركة صرح من صروح المؤسسة الأمنية والعسكرية ولها صولات وجولات وشاركت بحماية العاصمة بغداد وما حد اتهمها بيوم من الأيام بجرائم طائفية وتهجير مكونات وسرقة دورهم وممتلكاتهم. لا أبو جاسم احنا ما قلنا البيشمركة نقرية ولا قلنا ايدهم خفيفة واي شيء يوقع بيتهم يصادروا مثل ما صادروا آليات ومعدات الجيش العراقي، بس نقولك هواي منهم مستهترين ويتجاوزون السياقات العسكرية. مثلا بهدوء وتنظيم يحملون ما استطاعوا من أثاث المنازل
يذهبون به خارج مدينة سنجار التي جاءوا لتخليصها من تنظيم الدولة على ما قالوا قوات البيشمركة. قال شهود عيان إنها من نهبت وسلبت العديد من منازل العرب السنة في سنجار التابعة لمحافظة نينوى العراقية. لم تكتفي بالسرقة بل حرقت منازل ومساجد كما فعلت الأمر ذاته في القرى العربية بعد أن فر سكانها باتجاه الموصل. قوات البيشمركة تمركزت على أطراف القرية وراء 7 أشهر أو 8 بدت تجريف القرية، هجمت على القرية. الأكراد السعجة يهجرون العرب من الكركوك. 14 قرية من قرى قضاء الدبس غربية كركوك أصبحت أثراً بعد عين. أخي البيشمركة بس القرى اللي جرفوها 170 قرية عربية لحتى الآن آثارها موجودة. زين هسه انتوا طلعتوا حرامية بواقين وقبلها مهجرين المناطق العربية وماخذين بيوت الناس وأملاكهم، وشكو منطقة الطبولة بحجة تحرروها تلزقون بها وسووها مناطق كردية، وين ما تشوفوا لكم قرية عربية تجتاحوها لو تشتغلوها خطف وقصف. دروح هسه اسأل المطي بس مو قحطان وقل له بشرفك، هاي أفعال قوات نظامية لو أفعال عصابات وقطاع طرق ومجرمين. طيب لماذا لم تستهدفوا حزب العمال عندما كان متواجدا هنا في هذه المنطقه؟ يقول لك زي وين كانت ديمقراطيه السودان عن بكر؟ ليش ما ضربوا؟ ليش ما طلعهم من هالمكان هذا؟ لماذا لم يردوا؟ يعني لماذا؟ لانه يبدو لي انه القضيه هم غير قادرين اولا من الناحيه العسكريه على مواجهه ورد العدوان. لا ترى ميليشيات البيشمركه ماكو قوه توقف بوجههم، صح عندهم افعال مال عصابات ومجرمين بس ما يسكتون على واحد، وإذا شفتهم سكتوا على حزب العمال الكردستاني فهذا من باب العيب المستحى، لأن اثنينهم من قومية واحدة وفش ليه يضاربون بيناتهم؟ واللي ما يصدق خلي يروح يشوف التدريبات العنيفة اللي يتلقاها البيشمركة، واللي مستحيل تقول أكو قوة بالعالم تفكر تحاربهم أو تندق بيهم، وخصوصا القوة الخاصة الصاعقة الكردية. داك تدربنا على تدريبات قتالية دقيقة، مقاتلات نشأن بين سفوح الجبال الشاهقة. يجب علينا جميعا أن ندافع عن وطننا إلى جانب الرجال. ها همزة ما عرفتني. هي هاي القوة الخاصة الكردية اللي حكيت لكم عنها واللي تعتمد اعتماد كلي على العناصر النسوية، لأن الزلم هناك مكلفيهم بواجبات معقدة مثل واجب حماية الشخصيات المهمة. هي ليش تحكون والله؟ لأن تعرفون الشخصيات الكردية إذا لا سامح الله وراحت من المستحيل تعويضها وتلقى واحد يسد مكانها. هاك وابو الليثين وعده يقصي ونرجع مره ثانيه الكاكا مسرور وابن كاكا مسعود، واخر شيء انه طلع انه ميني كاكا عريب واللي شكو شغله شفناها بعده يقوم نشوفها بي، ومثل ما كنا نشوف اللواحيق واللوقيه يصبغون بسيادته رجعوا نفس اللواحيق واللوقيه يتغنون بجماله وشخصيته الفولاذيه وعيد ميلاد الميمون. كل القوانين الوضعية وعلى مر الزمان الفاسد يعزل وينفصل ويتحاسب وينسجن ويعدم إذا اقتضى الضرورة، وتصادر أموال المنقولة وغير المنقولة، وهذا الإجراء العالم كله يطبقه والدنيا كلها تشتغل على أساسه، لأن ما حد عنده استعداد يأمن أمواله بيت فاسد، وما حد يحب يتعامل ويا فاسد، وما حد يخلي اسمه وتاريخه وحياته ترتبط بفاسد أو شبهة تتعلق بفساد مالي أو إداري أو أي نوع من أنواع الفساد الباقي. أما إحنا فعدنا الفاسد على رأس ريشة، والفاسد بدل ما يتم عزله ومحاسبته يتم تكريمه وانتخابه وترشيحه للمناصب القيادية العليا، وهذا مو شرط يكون بسبب الكتل السياسية ولا لأنه الفاسد عنده
فلوس وعنده سلطة، لا، مرات إحنا نكون السبب، لأنه ندري بيه فاسد ونقبل دعوته، ندري بيه حرامي ونروح نصوت وننتخبه، ندري بيه مختلس ومزور ومهرب وقشقشي ومع ذلك دافع عليه من برا ساحته ومبيع صورته. إذا ما نصلح نفسنا بنفسنا ونشتت دول الفاسدين ونستأصلهم، أحد يجي بعدين يشتكي من مدرسة أولاده أو مستشفى منطقته، لأن اللي يجي من إيده الله يزيده.